نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتدأ مع حضراتكم من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. ومران الأهلي شهد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي في التدريب. طبعا هنشوف يعني الأجندة الدولية سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب إدى فرصة كبيرة للاعبين في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إن نشوف عدد كبير من اللاعبين متواجد مع الفريق الأول. زي ما احنا شفنا الخبر قدام حضراتكم، عايز أقول الأسماء لحضراتكم مرة تانية، أو أقول الأسماء لحضراتكم 13 لاعب اللي كانوا موجودين مع الفريق الأول. اللاعب أحمد نبيل كوكا، إبراهيم السيد، مصطفى إلياس، جلال فارس، عبد الرحمن أشرف مانو، محمد شكري، فهد جمعة، أحمد عبد القادر، ميدو حسام، وليد مصطفى، زياد طارق، مصطفى فوزي، وصالح نصر. ما شاء الله عدد كبير، وموسيماني كده بدأ يتعرف أكتر على لاعبي النادي الأهلي الناشئين اللي خرجوا أو طلعوا معاه في الفريق الأول.